مرحبا بكم مرة أخرى، الجزء الأخير من برنامج الثانية. ذكر حكينا على اللوز، حكينا على الخوخ، مشماش، شمازيل، العوينة مثلا، العوينة، العوينة. وي باش نحكيو على العوينة وطريقة العناية الفنية بالعوينة. منبت مبروك. اي بور فينير سيرين جبالي. سيرين جبالي باش تحكي لنا فقره البسنة، هي مهندسه بيزاجيست. دوك المره هذه باش تكون على النباتات لعلاج اضطرابات النوم. فما نباتات يعاونوك باش تقاوم لي زانسومني، اضطرابات النوم موجوده عندنا باش نكتشفوا. سيرين قالت تبعوا سيرين. اليوم الناس الكل قاعدين نعيشوا في قلق، في اضطرابات نفسيه، سورتو هذا الكل ياثر لنا على النوم نتاعنا. نعرفوا ان الناس الكل بريسك قبل ما ترقد تتفرج في لي بي سي، في التيلي، كيف كيف نستعملوا زيدا لي بورتابل. هذاك الواش اليوم باش نلقاو حلول اللي تخلينا نقصوا معناها ما كل التعب هذاك ونجموا نرقدوا مليح في الليل، باش بتقنيه سهله برشا ما غير ادويات اللي هما النباتات. إباوي فما نباتات اللي تسهل لنا النوم وتحسن من السيستم نيرفو نتاعنا وتهديه. من لي بلانت هذوما، اول بلانت باش نلقاو
نعرفوها اللي هي السيتروس فولغاريس. السيتروس فولغاريس الناس الكل نعرفوها اللي هي البرتقال. البرتقال نتاعنا الورقه نتاعو بلوتو اكنواره هذيك عندها برشا افي. اللي فيه هذايا شنو يتمثل؟ انه يرتح الاعصاب نتاع المخ. كيفاش يرتحهم؟ نجمو النبته هذيا نستعملوها في انفوزيون يعني دي تيزان. جست يلسوفي باش ناخذوا ماء مغلي نحطوا معاه الورد هذايا يتغلى في الماء هذاك ونزيدوه علاش لي مغرفه نتاع قهيوه من العسل ونجموا نشربوها سو فورم دو تيزان. والناس الكل نعرفوا بيان سور لي في نتاع خاطر احنا ديما عندنا كيما في نيبل معروفه بالاستخراج نتاع اللي يزيد غولا هذوما اللي يخرجوا من ورقه البرتقال بلوتو النواره نتاع البرتقال وهذه الكلها تسهل لنا باش تحسن لنا في النوم نتاعنا. معناها ما عادش الانسان ينجم كي يرقد في الليل سواء اللي باش يقوم في وسط الليل والا تلقاه يرقد ويقوم ويتقلق. به النبته الثانيه اللي باش نشوفوها اللي هي التيلول فولغاريس. التيلول اللي هي ما يعرف باللغه العربيه الزيسفون. الزيسفون هذايا شنيا؟ النبته هذايا عندها الاوراق نتاعها هي بون الفلوريزون نتاعها يعني مرحله الازهار تصير في ماي جوان. في الوقت هذايا عندها ريحه ياسر بنينه، الريحه هذايا تفكرنا بريحه العسل. نلقاوها الاوراق نتاعها والنوارات نتاعها يتيحوا في ساعه هذاك الواش البيريود هذايا نتاع الجمع. كيف كيف زاد نجمو نستعملوها سو فورم دو تيزان. التيزان نتاعنا هذوما جوست ناخذو نتاع حكايه 200 غرام من التيلول هذوما الوردات هذوم نحطوهم في اترسين ماء سخون ويغليو مع بعضهم مده 10 دقائق ومن بعديكا كيبرد شويه نجمو نشربو التيزان نتاعنا. باش نشوفو نباتات اخرين اللي هما نحكيو على اللافونت. شكون ما يعرفش اللافونت؟ نبته الخزامه. الخزامه صحيح معروفه بك الورده نتاعها وك النواره نتاعها الماف الفيولي. قبل في الرومان كيفاش كانوا يستعملوها؟ يستعملوها برشا باش يضيفوا انه للبانو نتاعهم كي يعملوا دوش هذاك باش يخرج لهم الريحه البنينه. كيف كيف زاده في بروفونس انه كانوا يستعملوها اوتونك باش يبعدوا بها الحشرات بيسك نعرفوا اللي هي بلانت ريبولسيف. اي با حتى زاده اللافونت راهي تنجم تسهل لنا باش نجمو نرقدوا في الليل ونرتاحوا وترتح لنا الاعصاب نتاعنا خاطرها الغلاكس وابيزونت يعني ترتح النوم وتخلينا نجمو نرقدوا مليح. كيف كيف عندنا النبته الثانيه اللي هي لوريغون. لوريغون او ما يعرف باللغه العربيه نتاعنا اللي هو المردقوش. المردقوش هذايا الاوراق نتاعو ورقه خضراء انت كي تشوفها تشبه شويه للنعناع للحبق للفامي هذيك معناها تقرب لها شويه. كيف كيف النبته هذه نجمو نستعملوها سو فورم دو تيزان. هم الاغلبيه نتاع النباتات اللي بشراوهم اليوم راهو نجمو اسهل حاجه انه نحطوها دي تيزان سينو هما جوست لي في نتاعهم ياخو شويه ايامات باش يعطينا الراحة وسورتو كي باش نحطوها في بيت النوم باش هكاكا تحقق الفوائد نتاعها بصفة منتظمة. باش نشوفوا النبتة الثالثة اللي هي الميليس. الميليس أو ما يعرف بالترانجين عندها نوارة نتاعها بيضة. النبتة هذية اللي هي فترة الإزهار نتاعها كيف كيف في البريود هذي تعطينا إفي انه ترتح وسورتو على سيستم نيرفو. ديما ناكدوا اللي النباتات هذوما الكلهم راهم عندهم قيمه ياسر على ديريكتومون للسيستم نيرفو سورتو الباسيفلورا. راهو الباسيفلورا ديريكتومون الورقه هذيك نتاعها النواره نتاعها اللي حكينا عليها قبل اللي هي كيما الساعه بالضبط كيما المونغيلا اللي في نتاعها شنيا فما ديريكتومون تعطي ايفي على النورو ترانسميتور يعني تمشي للبارتي سنترال النص نتاع المخ يعني انت جوست تشمها والا تعملها سو فورم دو تيزان. كيف كيف نحطوا الورقه هذه نصبوا عليها شويه ماء ومن بعديك 10 دقائق يغلي ومن بعد نجموا نشربوهم. هذا الكل باش نجموا نرقدوا في الليل وما عادش نتقلقوا ونتجنبوا سورتو تو سكي ادويات وحاجات غير طبيعيه. هذه طرق سهله ونعتمدوها اليوم وفي العالم الكل باش نقصوا من لي بيرتورباسيون نتاع السومي. شكرا لكم. شكرا ألفا. شكرا لكل الفريق. يعطيكم الصحة الكل. نلقاكم قابلوا الحلقة الجاية اللي هي الحلقة الأخيرة لهذا الموسم. إن شاء الله نعود نلقاكم انطلاقا من شهر سبتمبر الجاي. شكرا لكل متابعينا الفلاحة الكل مرة أخرى. إن شاء الله ربي يوصل بسالم، ربي ينزل البركة، ربي يخلص حالكم الكل. شكرا لكم على متابعة برنامج السينية. تلقاكم كل نهار أحد في نفس التوقيت. للقاء.
التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حضرناه سلا سلا، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ عنصر الحديد هو من العناصر المهمة جداً في تحسين الإنتاج والمردودية، على خاطر يساهم في عملية البناء الضوئي أو ما يسمى فوتوسينتيز، ويقوي من مناعة النبتة وحمايتها من الأمراض. للوقاية من حدوث النقص في مادة الحديد، ننصح باستعمال ديميركان اللي هو حديد مخلبي أورتو أورتو مع الري، والكمية المنصوح بها تتراوح بين 5 و 12 كيلو في الموسم في الهكتار الواحد اللي تتحدد حسب العمر متاع الشجرة والكثافة. وفي صورة ما قمناش بالوقاية وصارت صفورية في الأوراق اللي طالعة جديدة، لازم ندخله باستعمال NF15 كرش ورقي بمعدل 250 ملي في المية اللتر من الماء، اللي هو حديد وأزوت سائل. منصوح زادة باستعماله في مرحلة النمو الخضري. على خاطر فلاحتنا هي رسمالنا واستقبلنا في أرض جدودنا، شركة العامة لخدمات البسنة توفر لكم جميع المستلزمات والمواد الفلاحية وتحط على ذمتكم مكتب دراسات يواكب جميع مراحل إنجاز المشروع. GHS أول شركة تونسية متحصلة على شهادة الجودة العالمية في الخدمات الفلاحية، تأطركم، تعاونكم وتعطيكم جميع الحلول التقنية والمواد الفلاحية اللي تحسن لكم في مردودية جميع أنواع الغراسات، توفر لكم الآليات الفلاحية وأحدث التقنيات التكنولوجية، صنع وتركيب البيوت المكيفة، تقنيات الري الحديثة، تخزين المياه ومعالجتها، حرث وتحذير الأرض، الزراعة بتقنية GPS وأسمدة ذات مردودية عالية. GHS Votre partenaire professionnel.